السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جميل جدا، بناخده من أول أولى ابتدائي وإحنا عارفينه، بس النهاردة طبعا إحنا كبرنا فهناخده بتوسع، وهو درس الضمائر. إيه هو الضمير؟ الضمير يعتبر من الأسماء، وهو أيضا من المعارف. طبعا إحنا في سنة ستة أخذنا النكرة والمعرفة وعرفنا إن هو من المعارف، هو اسم ومن المعارف، إما بيدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. بينقسم إلى بارز ومستتر. بارز ومستتر يعني إيه بارز؟ يعني له صورة في الكلام، يعني شايفه بعينيا وبنطقه. المستتر هو ما ليس له صورة في الكلام ويقدر، وطبعا من وإحنا في رابعة وخمسة وإحنا عارفين الضمير المستتر وبيكون فاعل، بنقول دايما الفاعل ضمير مستتر، هنفهم أكتر النهاردة يعني إيه المستتر. طب هنبدأ بالضمائر البارزة، بتنقسم إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. الضمائر المنفصلة هي التي تستقل بنفسها في الكلام، يعني مش بتبقى مشبوكة ولا متصلة باسم أو بفعل أو بحرف، تبقى منفصلة. طبعا عارفين الضمائر المنفصلة متكلم ومخاطب وغائب. الضمائر المتكلم هي أنا ونحن، زي أنا مجتهد دوت للمفرد المذكر أو المؤنث، نحن مجتهدون بيكون للمثنى المذكر والمؤنث وأيضا للجمع المذكر والمؤنث. هذه الكلمات أنا ونحن ضمائر منفصلة، ودائما تعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، يبقى إعرابها ثابت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. نحن مجتهدون، نحن ضمير بارز منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، هو ده الإعراب الثابت بتاعها. الضمائر المنفصلة هنكملها مع بعض. ضمائر المخاطب: أنت للمفرد المذكر، أنت المفردة المؤنثة، أنتما بتستخدم للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، أنتما مجتهدان وأنتما مجتهدتان، أنتم مجتهدون لجمع المذكر، أنتن مجتهدات لجمع المؤنث. هذه الضمائر أيضا تعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وما بعدها خبر. فاضل ايه في الضمائر المنفصله يا حلوين اللي انتوا واخدينها من وانتوا في اولى ابتدائي؟ برافو عليكم. ضمائر الغائب: هو للمفرد المذكر، هي للمفرده المؤنثه، هما للمثنى المذكر، وهما ايضا للمثنى المؤنث، او هما مجتهدان وهما مجتهدتان. هم مجتهدون لجمع المذكر، هن مجتهدات لجمع المؤنث. اذا انا سمع حد بيقول هؤلاء، لا غلط، هؤلاء اسم اشاره، اوعى تتلخبط بين هؤلاء وهم، هؤلاء اسم إشارة. هذه الضمائر نفس الكلام، تعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وما بعدها خبر. نيجي للضمائر المتصلة، وهي التي لا تستقل بنفسها في الكلام، لازم تبقى مشبوكة وملزوقة كده في اسم أو في فعل أو في حرف. هنشوف الأول ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع يعني إيه ضمائر الرفع؟ هنعرف دلوقتي، نشوفها الأول هي إيه وبعدين نشوف ليه تسمت ضمائر رفع وليه هي متصلة. تاء الفاعل زي فهمتوا، ليه هي متصلة؟ لأن زي ما احنا شايفين متصلة بالفعل، ما ينفعش تبقى موجودة في الجملة لوحدها، ملزوقة ومشبوكة في الفعل. وطبعا تاء الفاعل ليها ثلاث أشكال: فهمتوا للمتكلم، فهمت لما أكون بخاطب حد، وفهمتي اللي تحتها كسرة لما أكون بخاطب مؤنثة، يبقى دي تاء الفاعل. وطبعا بفرق ما بينها وما بين تاء التأنيث، ان تاء الفاعل متحركه، اما تاء التأنيث ساكنه، اقول فهمت واقف عند التاء، تاء ساكنه، لكن تاء الفاعل متحركه بالضمه او بالفتحه او بالكسره. ونلاحظ كمان ان الفاعل مش موجود لان هي حلت محل الفاعل، عشان كده بقول عليها من ضمائر الرفع. ليه؟ لانها حلت محل الفاعل والفاعل مرفوع، يبقى التاء اعرابها ايه؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ألف الاثنين: الولدان فهما. فين الفاعل هنا؟ ألف الاثنين، زي ما احنا شايفين الولدان مبتدأ، فهم الدرس خبر جملة فعلية، تمام. فين الفعل والفاعل؟ فهم فعل، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، يبقى طالما في محل رفع يبقى ألف الاثنين ضمير من ضمائر الرفع. واو الجماعة: افهموا الدرس، افهموا الدرس. افهم فعل أمر، واو الجماعة ضمير مبني متصل مبني في محل رفع فاعل، والدرس طبعا مفعول به. فهمنا الدرس، فهم فعل ماضي، طب فين الفاعل؟ دي الدرس مفعول به، احنا
احنا اللي فهمنا. طب فين احنا دي مش موجوده؟ نال فاعلين جت حلت محل الفاعل، تبقى ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نون النسوه افهمنا الدرس، افهمنا الدرس، افهم فعل امر، ونون النسوه هي الفاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ياء المخاطبه افهمي الدرس، افهمي، يبقى افهم فعل امر، والياء ياء المخاطبه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هي بتبقى في محل رفع فاعل على طول. بصوا يا شباب، هي بتبقى على طول في محل رفع، لكن ممكن تكون في محل رفع شيء اخر غير الفاعل. سميت ضمائر رفع لانها تقع دائما في محل رفع فاعل او في محل رفع اسم كان او احدى اخواتها اذا اتصلت بها كان او احدى اخواتها. زي ايه؟ زي كنا مجتهدين، يبقى نا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. اي ضمير في دول ممكن يتصل باي حد من كان واخواتها، يعني تاء الفاعل دي ممكن اقول اصبحت، يبقى التاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم اصبح. اضحينا، يبقى نال فاعلين ضمير متصل مبني في محل رفع اسم اضحى، وهكذا. يبقى هي دي ضمائر رفع يا شباب، 6 ضمائر نحفظهم زي اسمنا بالظبط. ضمائر رفع المتصله عندنا بقى ضمائر النصب والجر 4 ضمائر. كاف الخطاب، هاء الغيبه، ياء المتكلم، نال مفعولين او المتكلمين. والاربعه دول ممكن يكونوا ضمائر نصب وممكن يكونوا ضمائر في محل جر. طب ازاي؟ تعالوا نشوف ازاي بيكونوا في محل نصب. هذه الضمائر تكون في محل نصب اذا اتصلت بفعل، مثل كافأني المعلم. كافأني، الياء دي عايده عليا انا. طب انا الفاعل؟ انا اللي كافئت نفسي؟ لا، ده المعلم هو اللي كافئني، يبقى المعلم فاعل. طب انا اللي اتكافئت، يعني الياء دي حلت محلي انا. انا اللي اتكافئت، انا المفعول به، يبقى الياء دي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. يبقى الضمائر دي اول ما الاقيها متصله بفعل على طول اعرف انها في محل نصب مفعول به. وتكون ايضا في محل نصب اذا اتصلت بحرف ناسخ، زي انك مجتهد، ان واخواتها، انك، لعلك، ليتني. اي ضمير من الضمائر الاربعه دول يتصل باي حد من ان واخواتها هيعرب ايه؟ ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان. يبقى الضمائر دي بتبقى في محل نصب في حالتين، لو اتصلت بفعل تبقى مفعول به، لو اتصلت بحرف ناسخ تبقى في محل نصب اسم ان او احدى اخواتها. تمام، نكمل الضمائر المتصله الاربعه بتوعنا. تكون هذه الضمائر الاربعه نفس الاربعه، كاف الخطاب، هاء الغيبه، ياء المتكلم، نال متكلمين، في محل جر اذا اتصلت بحرف جر. مفيش اسهل من كده، غضبت منك، الكاف اتصلت بحرف جر، يبقى كاف الخطاب ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور بحرف الجر من، او ممكن اي حرف تاني، منك، الينا، عليه. تمام كده. وايه كمان بتكون امتى برضو في محل جر؟ الاعراب اللي احنا برضو واخدينه من واحنا صغيرين، اي ضمير يتصل باسم بيبقى ايه؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. برافو عليكم. زي حياتنا جميله، حياتنا جميله، نال متكلمين، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه لانه اتصل باسم. تمام. طب حضرتك قلت لنا نال فاعلين في محل رفع ونال مفعولين في محل نصب مفعول به، طب هنفرق بينهم ازاي؟ تعالوا نشوف. نال فاعلين زي اكرمنا الضيف، اكرم هتلاقي الفعل عليه سكون، الفعل عليه سكون، يبقى دي نال فاعلين والضيف مفعول به، احنا اللي اكرمنا الضيف. أكرمنا الضيف، الضيف جه وجاب معاه هدايا، يبقى هو اللي أكرمنا. أكرم هتلاقي الفعل عليه فتحة، يبقى ده دي نال مفعولين، ونا هنا في محل نصب مفعول به، والضيف هو اللي أكرمنا، تبقى فعل. الفعل معناه الفاعلين آخره سكون، ومعناه المفعولين آخره فتحة. في الجملة الأولى نال فاعلين تدل على من قام بالفعل، لكن في الجملة الثانية بتدل على من وقع عليه الفعل اللي هو المفعول به. نال فاعلين تتصل بالأفعال العادية وبالأفعال الناسخة، أما نال مفعولين زي ما احنا عارفين بتتصل بالأفعال وتتصل أيضا بالحروف الناسخة. الضمائر المستترة، احنا كده خدنا البارزة الواضحة الظاهرة اللي بنكتبها وبننطقها. طب إيه حكاية الضمائر المستترة؟ دي ضمائر ليس لها صورة في الكلام وتقدر، احنا اللي بنقدرها، يعني احنا اللي بنخمنها. زي إيه؟ أطع والديك، طبعا أطع فعل أمر، مين اللي هيطع؟ أنت،
والديك مفعول به، تمام؟ عايزين تعرفوا إعراب والديك بالكامل؟ تمام. والديك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والنون بتاعت والدينا حذفت لأن الكاف مضاف إليه، تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة. طب فين الفاعل؟ أنت. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أحبه، أحبه أنا، أنا. يبقى الفاعل مش موجود، ضمير مستتر تقديره أنا. ليه ما كتبتوش؟ لاني اقدر اخمنه. احب ربي حاجه معروفه ان انا اللي بتكلم، يبقى انا هي الفاعل ولكنه مستتر. نرغب في التقدم، نرغب، نرغبهم، لا لا لا، نرغب نحن. برافو عليكم، ضمير مستتر تقديره نحن. الرجل كان طيبا، كان هو، يبقى اسم كان ضمير مستتر تقديره هو. طب ليه ما يكونش اسم كان يا ميس هو الرجل؟ لا يا حبايبي، الرجل مبتدا، مش هينفع تبقى مبتدا واسم كان، هعربها اعرابين. لا، الرجل مبتدا، اما اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرجل. الفتاه ساعدت امها، الفتاه مبتدا وساعدت امها خبر جمله فعليه زي ما احنا عارفين. طب ساعدت فعل ماضي، فين الفاعل؟ برضو مش هينفع نقول الفتاه لان الفتاه مبتدا، هو ضمير مستتر تقديره هي، يعود على المبتدا. يبقى هي دي الضمائر المستتره، يا اما تقديره انت أو أنا أو نحن أو هو أو هي. يلا نشوف مدى فهمنا واستيعابنا للدرس مع بعض. حدد الضمير وبين نوعه واعربه. نحن نحب وطننا، طبعا هنحدد نوعه، نحن ده ضمير نوعه إيه؟ بارز منفصل، بارز منفصل. لو قال لي على ما يدل أقول يدل على المتكلم، بس هو طلب نوعه يبقى بارز منفصل. إعرابه زي ما قلنا، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا. اخلصت في عملي، هنا في ضمير انا مش شايفاه، انت مش شايفاه لان هو متصل، ركزي كده هتلاقيه موجود. ايوه فعلا، دي التاء، تاء الفاعل. برافو. اخلصت متحركه، لو كانت اخلصت ساكنه كانت تبقى تاء التانيث، لكن اخلصت نوعه ايه؟ بارز متصل، بارز متصل. اعرابه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. المجتهدات يقدرن المسؤولية وهن. هنا في ضميرين، يقدرن دي نون النسوة ونوع بارز متصل، إعرابه هو من ضمائر الرفع، يبقى ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وهن، هن، هن ضمير بارز منفصل وإعرابه ثابت، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. مصرنا، بلد العلماء، مصرنا ضمير بارز متصل وإعرابه طالما اتصل باسم يبقى إيه؟ برافو عليكم، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. حققت نجاحا باهرا، حققت تو، أيوة تو هي دينا تاء الفاعل، ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل، يبقى إعرابه ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل. الطلاب فازوا بالجائزة، فازوا، أيوة برافو عليكم، واو الجماعة من ضمائر الرفع. طب نوعه إيه؟ بارز متصل، بارز متصل. لو قال لي بيدل على إيه؟ أشوف الجملة هنا بتدل على ناس قاعدين قدامي ولا ناس غايبين عني. الطلاب فازوا يبقى غائب، لو قال لي بتدل على إيه؟ هقول له بتدل على الغائب. والإعراب ضمير متصل مبني في محل رفع فعل. تعالوا نشوف السؤال الثاني، حول الضمير المتصل إلى ضمير منفصل وغير ما يلزم. إننا نقدر دور المعلم، هنحوله لمنفصل يبقى إيه؟ برافو عليكم، نحن، نحن، برافو، نحن نقدر دور المعلم. حدد نوع الواو في الكلمات التي تحتها خط المعلمون ينشرون العلم. المعلمون، إيه الواو دي يا ترى؟ الواو دي، الواو دي يا شباب هي علامة رفع، علامة رفع المبتدأ. أما الواو الثانية دي فهي ضمير مبني في محل رفع فعل. اقرأ ثم أجب وأعرب. أكرم الله الناس، برافو عليكم شاطرين. مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وهبهم العقول ليكونوا، فعل مضارع طبعا وهو فعل ناسخ، فعل مضارع منصوب، برافو عليكم، لأن دي لام التعليل، منصوب علامة نصبه إيه؟ الفتحة؟ لا، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع إيه؟ اسم يكون.
برافو. تقويم، أحسن تقويم، تقويم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وكلفه بعبادته، طبعا بعبادته جار ومجرور. استخرج ضمير في محل رفع وآخر في محل نصب وآخر في محل جر. حاضر عينينا، احنا لسه قايلين الواو اهي بتاعت يكون، ضمير متصل مبني في محل رفع اسم يكون، يبقى هو ده. آخر في محل نصب، تعالوا نشوف ضمير من الضمائر الأربعة متصل بفعل. كلفه، أيوه هو ده، الهاء في محل نصب مفعول به، جميل. في محل جر، تعالوا ندور على اسم متصل بضمير، أهو كله، برافو، الخير كله، يبقى الهاء في محل جر. ضمير مستتر وقدره، نجيبه منين ده بقى؟ نشوف كده جملة يكون الفاعل فيها مش موجود. أكرم الله، لا الفاعل هنا موجود. ووهبهم العقول، الفعل هنا مش موجود، مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة الله. قدر الضمير المستتر، المعلم يشرح الدرس، المعلم يشرح هو، برافو عليكم. أقرأ الكتاب باهتمام، أقرأ أنا، برافو. الفتاة تتعلم من معلمها الأخلاق، تتعلم هي. وبكده الفتاة تتعلم هي، يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره هي. عائلة زارت المتحف المصري، زارت هي. حول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية، فعلها ماض، واذكر نوع الضمير الذي بها. نحن نحترم الوقت، هنحولها إلى جملة فعلية تبقى احترمنا، يبقى نوع الضمير ضمير بارز متصل. أنا لن أقصر في واجباتي، حولها الجملة فعلية فعلها ماضي. ما قصرت في واجباتي، يبقى تاء الفاعل ضمير بارز متصل. ضع الضمير المناسب، ممكن أنتن تحت تمام، هو أنتن تحترمن الآباء، أنتن عشان دي نون النسوة، وكمان مخاطب عشان أنا شايفة هنا إن الجملة للخطاب. أحب زيارة معالم مصر، أنا أحب زيارة معالم مصر. كده يكون انتهى درسنا، أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.